مين أطول عمرا في الحياة، الستات ولا الرجالة؟ ده سؤال علمي على فكرة، مش اجتماعي وملوش أي علاقة بأغراضك و... يعني أنا يعني ما أعرفش علميا إيه، علميا أنت يعني أعتقد علمياً إيه؟ أعتقد الستات. ليه؟ لا اعتقد ايه حيثياتك طيب؟ لان هم بيقصفوا عمر الرجال اصلا، فاحنا بنموت ناقصين عمر اصلا. طب الحقيقه ان الاجابه صحيحه. الله الله. واللي عايز المعلومه العلميه، فعلا معدل سن السيدات بيفوق عمر الرجال تقريبا سنتين، واجابه صحيحه. تامر حسني، انا دلوقتي عرفتك ليه كمان. طبعا انا دلوقتي عرفتك ليه كمان السبب، ده سبب علمي برضو. في فيلم عمر وسلمى 2 بيبدا الديالوج ما بين سلمى وعمر في خناقه شهيره جدا كل الناس حافظاها، برضو هتروح وما ترجع ليش الا وش الفجر، وبعد كده سلمى بتقعد تكر مجموعه حاجات لعمر، اذكر منها 5 حاجات. لا 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 فيه. طب تامر بيتفرج على فيلم كيف؟ خلاص لا, لا لا اهو اتفرج على فيلم كيف اللي بقى مكرر علينا كل يوم. حتى ما لا 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 لا. تامر إيه؟ تامر ما فيش. خلاص مش عارف نحكم عليه. لا انا مش سامع. نحكم على تامر. نحكم على تامر. ده في واحد بيقول لا. مين اللي قال لا؟ حبيب قلبي ده، انت حبيب قلبي، انت حبيب قلبي. طب كلكم ليه؟ طيب ليه احنا جايين؟ احنا جايين نحتفل وننبسط. اشتهر تامر حسني بادائه المتقن جدا جدا للحركات الراقصه في حفلاته جدا. ماشي. انترتينر، هذا الرجل انترتينر، رجل ترفيه متكامل. ترتينر حسني. حلوة حلوة. أنت هتعلمنا خطوتين ثلاثة راقصة. بيقولوا الحركتين مع أغنية لعبد الحليم. معقول؟ ماشي حد. سجل اعلى حضور جماهيري في اكسبو بيكوا انتوا. والله انت صعبة، نار في قلبي نار، بعدك انت حار، يطلع النهار مع ابتسامتك،
حبك احتلال انساكي شيء محال عايز اعيش واموت اسير حلاوتك صعبة 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 انتي صعبة 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 لا بجد مش مدعبة انتي واخدة قلبي لعبة ايه رايك احكم عليك من غير ما اسال اسهل لا الا لا تعرف اجابه السؤال كان عندك اذبحي يا منى اذبحي اذبحي وخش على طول في فيلم البدله واحد من اهم واجمل الافلام والاعلى ايرادا وقت عرضه عملت كمين انت واكرم حسني وقفت تحت العماره الحكم هو غني اغنيه متعوده طب ده سهل يعني طب معاك الايقاع بس بالاداء كدابة في كل كلمة طلعت خبرة جدا وعارفة بتعمل ايه كدابة في كل كلمة كدابة لقوا ايه طلعت خبرة جدا وعارفة بتعمل ايه وتريها متعودة دايما يا ريتني سمعت كلام أيمن متعودة دايما يا ريتني سمعت كلام أيمن